سقوط بناية بشارع الجيش الملكي بمدينة فاس، وبعض الأنباء تتحدث عن وقوع بعض الضحايا، ولم تخرج أي مصادر رسمية تؤكد أو تنفي هذا الخبر. فنطلب الله السلامة والصحة والعافية للجميع. حقا أصبحنا في هذه الأيام نرى كارثة تلو كارثة، وتزهق فيها أرواح متعددة، ووقوع جرحى كثر. فنطلب الله السلامة والعافية، وأن يرحمنا برحمته الواسعة. يا الله يا أرحم الراحمين، والسلام عليكم.